مرحبا بكم في لاشين ديالي دوتي كوك. وفي الفيديو ديال اليوم بغيت نبارك لكم العواشر ديال رمضان، يدخل عليكم ان شاء الله بصحه وسلامه. غادي نتقاسم معكم الطريقه اللي حضرت بها سلو صفوف الاصلي بطريقه اللي كتجي لذيذه وكتجي صحيه، ما فيهش حتى شي حاجه مقليه وما فيهش زيت ديال القلي ني ريان دو تو، ومكونات اللي حتى المبتدئات يقدروا ينجحوا انهم يصايبوا سلو ان شاء الله ديالهم بهذه الطريقه ديالي. غادي نحتاجوا 2 كيلو ديال فرص محمر، كيلو ونص ديال الجنجلان محمر، عندي هنايا كيلو ديال اللوز محمر، 60 غرام ديال النافع، 60 غرام ديال حبه حلاوه، عندي هنا 40 غرام ديال القرفه، 5 غرام ديال المسكه حره كوزه، والتحليه عندي 4 ديال سكر كلاصي، العسل الحر اللي غادي نعاون به على سكر كلاصي، وبيان سور الزبده والزيت اللي غادي نخلط بهم في الاخير. غادي تلقاو في صندوق الوصف المكونات كاملين بلي كونتيتي اكزاكت بالفرنسي وبالعربيه، وغنمشيو دابا باش نوريكم كل حاجه كيفاش درنا حتى حمرناها، لان كيف ما كتعرفوا سلو كيتقسم لثلاثه ديال المراحل، المرحله الاولى باش كنقيو جميع المكونات، المرحله الثانيه باش كنحمروه، وهذه المرحله هي اصعب مرحله لان الا مشى حتى تحرق لنا واحد من المكونات كيخسر لنا المذاق ديال المكونات الاخرين. وفي الاخير الطريقه اللي كنطحنوا وكنخلطوا بها المكونات كاملين باش كيجينا واحد المذاق اللي متجانس مع بعضه. غادي ندوزو دابا كيف ما كتشوفوا عندي هنا النافع اللي كان غير كنصهدو شويه في الكوكوط فوق من بوطه اللي كتكون مهيله، واو حبه حلاوه. غادي نحيدوهم ونديرو الجنجلان كيف ما كتشوفوا، الجنجلان كنبقاو حتى هو كنخلطوه كياخذ الوقت اكثر، كنبقاو نحمروه حتى كيبدا يترتق وكيتبدل لينا اللون ديالو. اللوز كيف ما كتشوفوا انا درتو في الفران، كنشعلو الفران حتى كيسخن مزيان وكنقصو الحراره ديالو وكنديرو فيه اللوز ديالنا، وخاصنا نبقاو نحركوه كونتينيو كل 2 دقائق كنعاودو نحلو عليه وكنبقاو نخلطو حتى كيبان لكم اللون ديالو بحال هكا بحال كيبيض، وكنحيدوه من الفران. هنا فرص ديالي غادي نحمروه، من الاحسن انكم تحمروه وتخلطوه بفوي ماشي الطراب اليدوي ماشي سباتول، لان كيف ما كتشوفوا دار لي واحد الحبيبات، مي ماشي مشكل انا عاود غربلتو، وكيف ما كتشوفوا ما بقاوش عندي هذوك الحبيبات، يعني انا وريتكم باش تستافدوا من الخطا اللي درت. نعاودو نديرو تذكير المكونات ديالنا هنا كيف ما كتشوفوا، عندي جنجلان اللي غادي نقص منه واحد شويه هنا، هو واللوز كنقصو منهم شويه باش كنطحنوه كنديرو به داك لو كروكون في الاخر، واللي كيبقى عندنا داك المقرمش اللي كيبقى في سلو، لان كيف ما كتعرفوا المكونات الاخرين غادي نطحنوهم مزيان حتى كنيلوهم، داكشي علاش كنخليو واحد شويه اللي كنخليوه كيبقى كيبان في سلو ديالنا. هنا غادي نخلط المكونات الاخرين مع بعضهم اللي غنطحنو، عندنا اللوز، الزنجلان، النافع مع حبة حلاوة، غنزيدو القرفة، وفي الأخير غنزيدو هنايا المسكة حرة. إلا كنتو غادي تطحنو المكونات في الدار، من الأحسن أن المسكة حرة تطحنوها مع شوية ديال السكر كلاصي قبل ما تخلطوها مع المكونات الآخرين. وهنا غادي نحك الكوزة ديالي، غنخلطوا هاد المكونات كاملين مع بعضهم كيف ما كتشوفوا، يمكن لكم طحنوا المكونات ديالكم في الدار كيف ما يمكن لكم طحنوهم عند العطار كيكونوا كيطحنوا المكونات ديال سلو. هنا كيف ما كتشوفوا عندي انا الطحانه باش نطحنوا داك لو كروكون، كنخليوه غير كندوروه كيف ما كتشوفوا، وكنطفيو عليه بالزربه باش كيبقى لينا مقرمش اللي غادي نزيدوه في الاخر بعد ما غنخلطوا السلو ديالنا.
كيف ما كتشوفو كيبقى طريفات وسط منو. باغ كونطخ هنا داكشي اللي غادي نخلطو بيه سلو كنخلطوه مزيان وكنيلوه باش كيبدا داك الزنجلان واللوز كيطلقو داك الزيت ديالهم كيف ما كتشوفو هنا. كنخلطوهم مزيان وهاد الطريقه ديال اننا كنخلطوهم مزيان باش كيطلقوا الزيت هي اللي كتعاوننا اننا ما كنديروش مواد دهنيه بزاف باش كيتجمع لينا سلو في الاخير ديالنا. داكشي باش كيجي صحي وما كيحتاجش المواد دهنيه في الاخير كثيره. هنا كيف ما كتشوفوا راه كيتجمع ليا. هنا من بعد ما ساليت الطحين ديال جميع المكونات هنا الصراحه في واحد اللحظه كان المكونات كثار وصيفطتهم لعند العطار باش طحنتهم. مي كيف ما قلت لكم الى عندكم الوقت راه تقدروا تكملوا الطحين كامل في البيت ديالكم. هنا كيف ما كتشوفوا المكونات من بعد ما طحنوا مزيان طلقوا داك الزيت ديالهم وغادي نبداو نزيدوا الدقيق ديالنا شويه بشويه وحنا كنخلطوا بهذه الطريقه. من الاحسن انكم تستعملوا شي وعاء اللي يكون كبير باش تقدروا تخلطوا فيه جميع المكونات ديالكم. كيف ما كتشوفوا انا هنا جبت بانيو باش قدرت نخلط فيه المكونات كاملين ديالي. هنا سكر ثقيل وغادي نزيد داك اللوز والجنجلان اللي كنت طحنتهم غير شويه في الاول بعد ما كنت كنطحن المكونات ديالي. غنزيد لا كونتيتي ديال العسل كيف ما كتشوفوا. بيان سور الحلاوه كتبقى على حسب الرغبه ديال كل واحد فينا. كنبقاو بهذه الطريقه كنمعكو في دوك المكونات باش كيتجانسوا مع بعضياتهم. بعد ما ساليت الخلط غادي نبسط المكونات ديالي مزيان ونخليهم يرتاحوا مدة ساعتين أو ثلاث ساعات على الأقل. هنا بعد ما ارتاحوا المكونات ديالي زدت واحد القبصة ديال الملحة وغادي نزيد هنا 200 غرام ديال الزبدة باش نخلطوا المكونات كاملين مع بعضهم. ضروري تكون الزبدة من النوعية الجيدة يعني زبدة حيوانية ماشي المارغرين باش البنة ديال السلو ديالنا كتكون زوينه. ومن بعد غادي نزيد عندي هنا جوج كيسان ديال زيت الزيتون يعني زيت بلديه. كيف ما قلت لكم راه صحي وما كنستعملوش فيه زيت القلي كنستعملو زيت الزيتون. وحتى كيف ما كتشوفوا المواد الدهنيه ما كتكونش كثيره. والسر في اننا كنخليو السلو ديالنا يرتاح يعني كنشوف كنخليو حتى كيبدا يطلع فيه داك الزيت باش حنا ما كنزيدوش المواد الدهنيه بزاف عاد من بعد كيعاود يطلع لينا في الاخر ديال هنا. كيف ما كتشوفوا حتى بالنسبه لزيت العود كيبقى اختياري كتستعملوا ما بين جوج كيسان حتى جوج كيسان ونص كتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي استعملتو. بيان سور ها هي النتيجه النهائيه ديال السلو ديالنا. كيف ما قلت لكم كيجي المذاق ديالو لذيذ وحتى بهذه الطريقه اللي وريتكم يقدروا حتى المبتدئات يصيبوا السلو ديالهم في البيت ديالهم. غير كيبغي شويه ديال الخطر لانكم كيف ما كتعرفوا السلو كيشد شويه ليد. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على لايك والا كنتوا اول مره كتشوفوا لي فيديو ديالي ما تنساوش تشتركوا في القناه ديالي دودي كوك. وبمناسبة رمضان غادي نبقى نتقاسم معكم دي فيديو ان شاء الله فيهم وصفات اللي يكونوا سهلين وفي متناول الجميع. بقى لي الا نودعكم وشكرا.